انت اكيد انه هيدا ايه اكيد هون هون خلص كتير ولا طيب يا اختي شو بكي بصفار بوزور قصدي بوزور زميلي اهلا اهلا تشرفنا اهلا 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 رولا صاحبتي انا صاحبتك حضرتك انا زميلي اتصلت على التليفون لانه انتم من اهم شركات انتاج يعني بالبلد وقلت لك انا صوتي حلو يا اهلا وسهلا يلا لكن هلا نحن اشرح لكم شوي الوضع طب مزحي لي شوي الاطفال خلص رولا انا كمنتج فني بهمني انه اكتشف بين وقت ووقت اصوات جديده وخامات يعني عرفتي كيف ايه بعرف بعرف انه بنسمع الصوت ما بنخسر شيء بركي صار في مجال نتعاون سوا ميرسي بتحبي تبلشي تسمعيني اكيد اكيد شو بك واقفه بالنص تقلك كثير ولا لما انت قلتي لي تعالي لهون لشجعك يلا تفضلي حبيت اعمل لك هيك المطلع شوي برافو برافو شو برافو يعني شو عارف ضايع شو بدي اقول لك بس انه ماشي الحال بس بدنا ناخذ وقت ندرسها يعني نبقى بنتصل فيكي صوتي مش حلو مش قصه حلو بكل اللي بقوله لا دمازاج جميل اشرح لي شغله كثير مهمه انه بهذا الدومين بهذا المجال لازم يكون في عندنا شيء اسمه الصوت وكمان الشكل يعني هو بيكملوا بعضهم صوت وصوره يعني واحدة منهم ما تخزيني بتضل يعني على كل حال ما بقى بنتصل فيكي بس ما اخذت رقم تليفوني كيف بنتصل فيكي خلص نحن بنلاقي طريقه مش مشكله اهلا وسهلا فيك يلا مع باي لحظه لحظه صوتك في رني بليز فينا بس نسمع شيء منك هيك لا لا ما فيك تسمع في اصلا ليش كثير بسع كثير ولا كثير بسع بمين سمع صوتها بس طبيعتها طلعت كثير سامعين شيء جميل خليني اسمعها طيب خليني برزق طيب سامعين شيء انما لسه بلا حدود لسه بلا حدود حدود الله الله هيدا هيدا هو المطلوب هيدا هو المطلوب عمجد الصوت والصوره يعني انا 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 مشاعر ميرسي ميرسي يلا الكونتراج زيرو تروا صوت كنت انت فوق هذا كونترينا شوي برا بس انا امضي الكونترا انا وياك صوتك كثير بس شو صوتك ليش عم تحكي لي هيك كدي انت كدي يا خساره صداعتي فيكي وانت انت بس بدي اقول لك كلمتين لا تليدي الدنيا كلها ضايت يعني بتزوم عليكي عليكي ليه عم تقولي لي هيك؟ لأني معقولة عم بالزوم صبيتوا لي بدني نجمتنا تفضلي بس نمضي الكونترا ميرسي زيرو تروا اوكي